البداية معك يا أستاذ جمعة العطواني، ورحب بك ضيفا في حوار التاسعة على شاشة الفلوجة. هل تعتقد وتؤمن بخطورة وجود مخازن السلاح في أحياء العاصمة، لا سيما أنها تعرضت للقصف مرات عديدة، وخوف الأهالي من تكرار سيناريو بيروت لا سمح الله في بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك دكتور زيد وضيفك ومشاهدي قناة الفلوجة الأفاضل. حياتي. بالتأكيد لا يوجد عاقل يقبل بإيجاد حالة من التداخل ما بين الحياة المدنية التي تعيشها كل مدن العالم وما بين الحياة العسكرية التي بالتأكيد لديها خصوصيات. الجميع يرفض تواجد السلاح وبخاصة السلاح الثقيل ربما وحتى المتوسط في مناطق مكتظة بالسكان، هذا من حيث المبدأ. لكن من خلال ما سمعته من تقريركم أيضا يجب أن نفصل ما بين قضيتين. القضية الأولى ربط بيروت أو الحادث الكبير الذي حصل في بيروت في بغداد مع سلاح ربما خارج عن إطار الدولة، هذا ربط في غير محله، بمعنى لحد الآن في إجماع يقول بأن الذي حصل في بيروت هو تخزين رسمي لحكومة اللبنانية في هذه الحادث، وربما النتائج المستقبلية تشير إلى وجود عدوان خارجي على بيروت وما حصل فيها من كارثة. أيضا علينا أن نحدد أو نكون بمسطرة واحدة نتعاطى، جميع السلاح الموجود في داخل بغداد وبقية المحافظات لابد أن نتحدث بضرورة إنهائه، بمعنى آخر السلاح الكبير والثقيل بل ربما حتى الكيميائي المتواجد في داخل السفارة الأمريكية التي تمثل قاعدة كبيرة في قلب العاصمة بغداد لابد أن نتحدث معه على قدم المساواة مع نعم سامعكم أنا أسمعك أستاذ جمعة. سنف جلال. نعم سنف يجب جلال. أن نتحدث عنه كما نتحدث عن بقية السلاح اللي تابع لجيشنا لقواتنا الأمنية شرطة وكذلك للحشد الشعبي في داخل المدينة، بل يجب أيضا أن نتحدث عن السلاح الموجود في مطار بغداد اللي يمثل أيضا محيط القاعدة، محيط قاعدة مطار بغداد يمثل قاعدة كبيرة للقوات الأمريكية، تقصد قاعدة فيكتوري، وكذلك لا نتحدث عن بقية القواعد الأخرى. يعني اليوم الأمريكان أيضا في تواجدهم وبسلاحهم أيضا يمثلون تهديد لسلامة مدننا، وكذلك إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه القواعد تمثل استهداف ربما لدول هي عدوة للولايات المتحدة الأمريكية وكما حصل في احتداء 3-1 في مطار بغداد.